بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. مركز الثقافة الأسرية تابع للعتبة العباسية المقدسة. متخلين رسالة أو هدف من هذا الزواج إنه إنشاء أسرة، وإنشاء الأسرة اللي هو راح يبدي من الطفل. أبي الفضل العباس مباركت كثير الآلاف من الحالات إنه يعني لاحظوا تغيير شامل بحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الآخرين بتفكيرهم وقناعاتهم. من فيض ذكرى سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام في 20 من جماد الآخرة بسنة 1439 الموافق 10 من آذار لعام 2018 للميلاد، وبحضور المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دامت توفيقاته، كان الإعلان الرسمي عن تأسيس مركز الثقافة الأسرية ليبدأ معه مشوار 5 سنوات من العطاء والتميز. المكان هو لأبي الفضل العباس، المركز وجد وانبثق من ولادة مباركة طاهرة هي الزهراء، فأكيد أنفاسهم معانا بكل لحظة بكل خطوة بكل برنامج. بملاك بلغ 25 سيدة فاضلة لإدارة 4 وحدات، هي وحدة الإدارية والمالية، وحدة الدعم والإرشاد النفسي، وحدة الإعلام، وحدة التدريب والأنشطة، تعمل ليل نهار من أجل رصد واقع الأسرة العراقية ومعالجة جميع مشكلاتها بحلول ناجعة. العمل بمجال التثقيف الأسري يمر بتحدي خطير بسبب المعتقدات الخاطئة والعوائق والتعقيدات الكثيرة المعمول عليها بجهد دولي وبمساحة إعلامية واسعة لحقيقة لتحقيق التفكك الأسري، بناء مجتمع انفلاتي، الدعوة إلى اللامسؤولية والتي هي بالتالي تؤدي إلى اللادين، منع هذا الارتباط مع الله سبحانه وتعالى، تدمير الأسرة. كل هذه التحديات وكل هذه المواجهات اللي بيعيشها المجتمع أدت إلى أنه ينبثق مركز الثقافة الأسرية لمواجهة هذه التحديات. كان دوره وقائي وعلاجي وتحدي لهذه الظروف. لذلك أجتي مباركة من سماحة السيدة المتولي الشرعي العتبة العباسية بفتح مركز مختص بهذه الحالات لمواجهة هذا الخطر اللي يواجه تفكك الأسرة وإعادة التوازن الروحي والنفسي للمجتمع. مستعد أنه يستقبل المراجعين لفئة النساء فقط طوال أيام الأسبوع، متواجدين من الساعة 8 الصبح لحد 2 الظهر، ويساعد الأفراد بالتخلص من أي ضغوط نفسية، قلق، توتر، ممكن أفكار خاطئة تأثر على الإنسان. تعمل وحدة الدعم والإرشاد النفسي ب4 اتجاهات: أولا الطب النفسي للفئات العمرية من النساء كافة، ثانيا الزواج والأسرة التي تعمل على حل المشكلات الزوجية وحماية الأسرة من التفكك الأسري، ثالثا المراهقة، ويتم التعامل فيها مع الأمهات لتدريبهن على التعامل الصحيح مع أبنائهن المراهقين والمراهقات، رابعا الطفولة، وهنا يقدم المركز دعمه للأمهات لبناء جيل سليم يتمتع بالصحة النفسية والجسمانية. يتم رصد مشكلات الأطفال وحالات الأطفال من خلال تواصل الأم مع المركز. يكون تواصل الأم حضوري من خلال يعني مقر المركز أو استشارات تكون إلكترونية، التواصل معنا عبر يعني مواقع التواصل. الحالات اللي يستقبلها استشارية الطب النفسي هي حالات الأمراض النفسية، الوسواس القهري، الاكتئاب، القلق المرضي أو قلق الامتحان عند الطلاب. الفئات المستهدفة حقيقة هي كل الفئات العمرية. تأخذ وحدة الإعلام في المركز دورها في أن تكون صوت الثقافة الأسرية فيما يخص التحرير الخبري والتصوير الصحفي وإدارة المواقع الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا، فضلا عن إدارة المهرجانات والمؤتمرات والبرامج الخاصة والندوات. عندنا عدة برامج مع مؤسسات الدولة أو المؤسسات داخل العتبة،
من هذه البرامج هو برنامج على خطاك يا مولاي اللي خاص بتدريب وتثقيف الأخوات الزينبيات والأخوات المنتسبات في الشعب النسوية، بالإضافة إلى برنامج ربيع الثقافة المعرفي. هذا البرنامج خاص بفئة الطالبات من الابتدائية إلى الإعدادية. عملت وحدة التدريب والأنشطة منذ افتتاح المركز على تنظيم عدد من الدورات والأنشطة في مجالات شتى تخص الأسرة. عندنا كثير من الدورات اللي نقدمها ونضمن من خلالها محاضرات خاصة لتربية الأبناء والتعامل معهم. أيضا عندنا دورات يعني سابقة إلكترونية، دورة رحلتي في تربية أبنائي كانت على ثلاث مستويات، شرحنا يعني بها كيفية التعامل مع الأطفال بكل المشاكل وكل المراحل. يقدم مركز الثقافة الأسرية في العتبة العباسية المقدسة جملة من المحاضرات والدورات التطويرية التثقيفية والتوعوية والدينية والعقائدية والنفسية، فضلا عن دروس في الأعمال اليدوية وأخرى في محو الأمية لفئات نسوية متعددة من النساء وربات البيوت والأمهات. سماحة السيد وكل من يتولى هذا المركز دائما يأكدون على أهمية عمل مركز الثقافة الأسرية لما له تأثير بواقع المجتمع أو دوره الأساسي. نظم مركز الثقافة الأسرية كثيرا من البرامج والفعاليات الخاصة بالأسرة، ومن أهم هذه البرامج برنامج ربيع الثقافة المعرفية وبرنامج مفاتيح السعادة لتأهيل المقبلات على الزواج وبرنامج تطوير الذات والمهارات لمديرات المدارس والمدرسات وبرنامج جود الكافل للعوائل المتعففة وبرنامج على خطاك يا مولاي. نعم، عندنا برامج انه نكون متواجدين كل يوم خميس وسبت في حضرة أبا الفضل العباس عليه السلام. ايام الزيارة الاربعينية نكون متواجدين بمدن الزائرين اللي على طرق المشاية. عندنا انه برنامج تعاوني نقدم محاضرات توعوية لجامعة كربلاء، بالاضافة الى باقي الشعب النسوية عندما يكون عندهم تعاون مع جهات أخرى أو عندهم فعاليات، فإحنا إنه يعني نستثمر هذه الفرص بتقديم محاضرات نفسية توعوية. أكيد هي راد لها دراسة، راد لها عدة. سماحة السيد دائما يأكد على النوعية ليس على الكمية حقيقة، فإحنا من نعد مركز نعد إنه يكون مركز نوعي مو بالعدد يعني. فأكيد أكو خطة مستقبلية على مود أن عدها هيك كوادر تكون قادرة على أنه تتصدى لهذه التحديات اللي هنا إحنا دا نصدى لها كالمركز الرئيسي كالفرع الرئيسي. يحرص مركز الثقافة الأسرية في العتبة العباسية المقدسة على التنسيق المشترك مع الشعب والمراكز المماثلة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز فيما يخص التدريب والتطوير والمحاضرات المتخصصة، فكان للمركز شراكات مماثلة مع جميع الشعب والمراكز المماثلة في العتبة العباسية المقدسة من أجل النهوض بالأسرة العراقية. حقيقة يعني هذا العمل من أول ما انفتح مركز الثقافة الأسرية كان لها بصمة في كل المواقع النسوية التابعة للعتبة العباسية في الزيارة الأربعينية. فعلى أربع مواقع محورية، بداية محافظة كربلاء، الثقافة الأسرية تشترك طول فترة الزيارة في حالة تعاون مع بقية الشعب النسوية. حقيقة كل مشاريع الثقافة الأسرية أو البرامج اللي تهتم بها هي بالتعاون مع بقية الشعب. شارك مركز الثقافة الأسرية في جملة من المشاركات مع مؤسسات حكومية رسمية وأخرى شبه رسمية، فقد شارك المركز بمحافل نظمتها مؤسسة الشهداء ومديرية تربية كربلاء المقدسة وجامعة كربلاء وجامعة الزهراء وكلية الصفوة ومؤسسة نور الحسن وجامعة العميد ومديرية البيئة.
احنا عندنا مشروع مستمر على طول السنة مع دائرة التربية، فدائما نستقطب المدارس طالبات وكوادرهم بحضور ورشات توعوية تثقيفية بصورة مستمرة بواقع 3 أيام بالأسبوع. هذا فيما يخص انه نستقطبهم داخل المركز. اما المركز بإشراف الدكتورة طبعا دائما نعمل ورشات مستمرة في داخل جامعة كربلاء، جامعة الكفيل، عندنا تعاون مع جامعة الزهراء، فبحضور مستمر من الكوادر بطلب من عجب. ولله الحمد وفي فترة قياسية غير متوقعة خلال 5 سنوات اللي مضت على تأسيس المركز حققنا نتائج كبيرة ونتائج ملموسة لم نكن نعتقد أنها حتتحقق بهذه الفترة القصيرة. قال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطى أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وهذا ما تجسد هنا مركز الثقافة الأسرية في العتبة العباسية المقدسة. بات للمرأة صوت وللعائلة مستقبل مسؤول. بكل لحظة، بكل خطوة، بكل برنامج، بكل نفس حقيقة احنا نستشعر وجود انفاس المولى ابي الفضل العباس في عملنا. وسام انه مو فقط تخدم ابي الفضل العباس، تخدم زائرين ابي الفضل العباس، تخدم موالين ابي الفضل العباس، تخدم محبين ابي الفضل العباس، وتوصل لمرحلة انه تقدر تغير من واقعهم اللي عايشين به. طبعا حقيقة شعور لا يوصف.